أهلا بكم متابعينا في تغطية عاجلة من تلفزيون اليوم السابع. استكمالا لجهود وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين خلال 48 ساعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لبلاغات نصب واحتيال أخرى على عدد 24 مواطن بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت 400 ألف جنيه. واستكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من بينهم سيدة تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين، وذلك من خلال قيام أحدهم بالاتصال بهم عشوائياً والادعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز أثر سحب عشوائي والتحصل منهم على بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسوق الإلكتروني بسعر أقل من مثيلتها وتحويلها على محافظ ذكية، بالإضافة لخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وبالفحص وبتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التي قام أحد المتهمين خلالها بالتوصل مع المجني عليهم، أمكن التوصل لبلاغات نصب واستيلاء أخرى على عدد 24 مواطن بإجمالي مبالغ مالية تتجاوز 400 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. يشار إلى أن هناك ضربات أمنية متتالية من وزارة الداخلية ضد العصابات المنظمة والمتخصصة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين بالبنوك، وذلك بخطة خدمة العملاء، حيث تتساقط العصابة تلو الأخرى في ضربات أمنية متلاحقة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. وفي هذا الإطار، وصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم الاستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، وتمكنت خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابي آخر استولى على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين، وتلقى قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب، وذلك بقيام مجهول بالاتصال بهم والادعاء بعمله بأحد البنوك وأيضا استحقاقهم مبالغ مالية كجوائز أثر سحب عشوائي، وهذا للحصول من المواطنين على بياناتهم الشخصية بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية، وهذا من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسوق الإلكتروني. هذا يتم بسعر أقل من مثيلتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. تم تشكيل فرق بحث جنائي وتوصلت جهودها باستخدام وسائل التقنية الحديثة وبتتبع حركة الأرصدة المستولى عليها والنطاقات الجغرافية للأرقام المستخدمة في تلك البلاغات، توصلت إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص. نهاية التغطية، نشكر لحضرتكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.